السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام تعيتيكم جميعا كنحييكم كل واحد باسمه فايمكن كنتو ازول في اليوم في البدايه كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بصحة وعافيه ان شاء الله وتكونوا يعني محميين من هاد الاوبئه لا الاوبئه ديال الله ولا الاوبئه ديال البشر في <applause> هذا آه. الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد الامور مهمه بزاف 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 في هاد التبعيات ديال هادشي اللي كيوقع ما بين المغرب لكن قبل ما نبدا الخوت أه بغيت نرد على داك الصحافي اللي كنت درت عليه الفيديو وحنا حنا عارفين ديك العقليه ديال دوك الناس راه هذا ما كيفاش هو يتنازل ويرد عليك انت ودك راك بالاسم وداك الشيء لكن سيفطوا لي الاخوان واحد الفيديو ديالو قالوا لي راه يعني بحال قلتي لمح ليك في الاول في الاول الفيديو وقال هذوك الناس ديال برا ما ردش عليهم هذوك كيعيشوا واحد الحالة نفسية واحد كيف الحالة النفسية؟ ما الناس ديال برا كيفاش الحالة النفسية؟ الحمد لله بخير ما شنو؟ ما شتينا كنضربو بالحجر الحمد لله ما, ما خصنا والو بخير الحمد لله كنحبو بلادنا كندافعو على بلادنا أه... كيف الحالة النفسية ما طردتش علينا لكن رد على واحد صحافي صحفي في الاحداث المغربيه وانا بغيت نفكر الاخ الصحفي المهدي ان انت عندك سوابق ما بيش نقول في الغدر ولكن في قلت صواب يعني ما لقيتش لي ما لقيتش شي مصطلح يعني اكثر لباقه من هذا المصطلح هذا يعني فكرك من قبل نفكرك ف قصتك مع الرمضاني مشيتي كدير حوارات مع الرمضاني وما كاعتقدش انك انت كتخلصهم يعني انت الناس ما كيست يعني داكشي كيديروا منهم كليزير منهم يعني كيجيو كيهضروا معاك انت كيديروا معاك لقاءات بيزير منهم ما انك انت كتخلصهم وكيعطيو كل الوقت ديالهم وهذا وفي الاخر فاش كتسالي معاهم وكتسفد منهم كتخرج كدير فيديوهات وكتبقى تسب فيهم وتنتقد فيهم وتقول عليهم حلوا في الغابه وحلوا في ما نعرف شنو وحلوا في المخزن وحلوا في ما نعرف شنو داكشي درتي مع رمضاني وفاش دخلتي للحبس ما لقيتيش شي واحد اللي جا عندك وعبرك من غير رمضاني جا كيضامن معاك هادشي اللي وقع دابا مع هاد الصحفي ديال الاحداث المغربيه مشيتي جبتي درتي مع حوارات استفدتي منه واحد شويه وليتي كتهاجمو لانه بغا يدافع عن المغرب هذه الحرب اللي وقع ما بينهم وما بين اسبانيا ومشيتي جبتي يعني نوتي صداع على واحد التصويره ديال واحد الرضيعه هزها واحد قال من الحراس الحدود ولا ما عارف الحراس المدنيين ولا ما عرفش كيقول كي لهم المهم واحد العسكري ولا بوليسي ديال الصبريون دابا انت جاي خليتي قاعد هاد المجاري كلها وهاد الاعتداءات على المغرب وهاد القضية الصحراء المغربية وهاد التواطؤ ديال الصبليون في الديمقراطية وحقوق الانسان والتزوير وبن مطوش وداكشي اللي كيوقع كله خليتي وجيتي شديتي ليا واحد التصويرة ديال واحد واحد العسكري صبريوني هز واحد الراديع مغربية زعما ديك اللعبه غرقات وتصبيون تما فيهم التمثيل والإنسانية وانا جاي لهذا الشيء اللي بلاتي غادي نقمط والدين مو بلاتي انا نوريكم الانسانيه ديال الصبريون ديال اوروبا بلاتي حيت انا عارف راسي ما غاديش نبقى بزاف هنا في هاد البلد ديال اوروبا عارف راسي بعد كندير هكا ما فكرني هذا <applause> <applause> فا انا جيكم انا جيكم انا غادي نوريكم اوروبا الوجه الحقيقي ديال اوروبا والتاريخ ديال اوروبا كيفاش داير خليتي كلشي ومشيتي شديتي في التصويره بغض النظر على هذيك التصويره مؤلمه ولا ماشي مؤلمه ولا هذا جي انت كتلوم الدوله واش دابا نسولكم واحد السؤال الاخوان الله يجازيكم بخير جاوبوني عليه بصراحه الله يرحم الوالدين دابا حنا نفترضوا جات عندك التصويره بصح وديك الطفله غرقات وجا واحد الصبليوني باطل واحد سوبرمان ديال الصبليون جا عتقها وصورها وداكشي بقات فينا والمغاربه وداكشي واش اللوم الدوله ولا اللوم والديها هذا سؤال يعني انت تطلب من الدوله انها تكون يعني حنينه على ديك الرضيعه اكثر من الام ديالها والاب ديالها هذا سؤال يعني هذاك الاب وداك الام ديالها اللي داوها شو كينتظروا شنو كينتظر شنو كينتظر واش واحد وحدة هز الرضيعه عمرها عام ولا ست شهور سبع شهور وغادي يبيع حرق بيها وعارف ان كاين البحر وكاين ما في الغازات وكاين الويل الكحل شنو كينتظر منها شنو كينتظر شنو كينتظر بغيت نفهم ضروري غادي تغرق وغادي توقع المشاكل وتضرب واش واحد كي مرخص بنتو باش يحرق الاوروبا اش كتسنى منه وما تجيش تقول لي الفقره وداك الافلام الهنديه ديالكم كاينين الناس الحمد لله في المغرب بداو من الزيرو سواسة سواسة سواسا في الجبل ما والو وانا شد بعيني كيجي كي للمدينه ويخدم ويجتهد واحد ثلاثة فوت واحد 10 سنين كتولي عنده حانوت ومحلابه وشركه والفلوس دايره الناس ما بغاوش يخدموا ما كاينش الاجتهاد بغاوها بارده من الاخر ما, ما كاينش ثقافه العمل ودابا انت جاي كتعطي الشرعيه لهادشي الشيء وجاي كتزيد لهم دوك الافعال ديالهم دابا انت كتسنى من سي بوريطا ولا من الملك يكون حنين على ديك البنت من باها وامها ولدوها الا كان باها وامها ولدوها ما ليها وكيتاجروا بها باش يحرقوا باش يعطوا ديك الصوره دخلوني راه عندي طفله رضيعه لو مواليديا ما المخزن ما الدوله الموارد ديال اللي بها اللي مستغلين ديك الطفوله البريئه باش يحرقوا وجيت متل عليا تقول لي, لي لا الفقر ما الفقر داكشي نساه ما احنا حنا ماشي سوريا ولا اليمن مازال هادشي يكون وقع في اليمن وسوريا نتفاهم والله يرحم الوالدين شي مغاربه ما تبقاوش تشوهوا بينا وما تبقاوش تنزلوا لذاك المستوى تباكاو في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد الصحفي صحفي الماني سميتو هاكنس هاكنسبيرغر هذا الفريد هاكنسبيغا هو يعني صحفي كبير في يعني في الفيلت واحد يعني فيلت هي واحد القناه المانيه وصحيفه المانيه معروفه كبيره بزاف في الالمان وعندها دائما مواقف شنو نقول لكم عقلانيه وكتكلم حياديه يعني هذه هي القناه ديال الراي والراي الاخر ديال بصح خلينا بدك داكشي ديال بن قلنا أه هاد السيد هذا هاد الصحفي هذا سمعوا شنو قال على المغرب قال قال وجا واحد المقالات اللي الناس اللي حك من اوروبا الالمان وفرنسا وداك يعني الناس ديال الاتحاد الاوروبي قال لهم خصكم تاخذوا هذا اللي, اللي كيدير فيه المغرب بمحمل الجد المغرب ما كيلعبش وهذا اللي كيدير المغرب وهذا اللي كيدير المغرب دابا غير واحد الفوغ ماك يعني غير واحد المقبلات يعني مثلا مشيتي لشي ريستورا كيجيبو لك شويه الزيتون شويه الحار فهمتيني هذيك غير مقبلات غير باش تفتح الشهيه يعني هادشي كامل اللي شنا غير مقبلات مازال المعقول جاي لقدام ف انا علاش بغيت نتكلم لكم على الصحفي هذا لان باش 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 نديرو مقارنه ما بين وحدين مال المان يعني اوروبيين اوروبيين مال شي كيفاش كيهضروا وحدين مغاربه ديالنا بحال هاد الصحاب اللي تكلمت عليه من قبل كيفاش كيهضر كيفاش كيهضر يعني الناس عارفين قيمه المغرب وكيبغيو يكبروا بالمغرب وحنا ديالنا كيبغيو يصغرو المغرب ويقزموا المغرب ويدي ليا تصويره على رضيعه يدير فيها فيلم هندي فقبل ما نتكلم على المقال ديالو شنو قال اجي نديرو واحد يعني نشوف واحد السيره ديالو نشوفو ديك آه السي في ديالو شكون هو هاد السيد شكون هو هاد هاكنز بيغا هاد السيد هذا تولد سنه 1959 اه من 2012 من 2012 هو خدام مراسل مختص في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط في قناه بالد هاد القناه اللي تكلمت عليها يعني هو اختصاصه هو شمال افريقيا والشرق الاوسط قبل يعني قبل خدم في التلفازة وفي الراديو سي دي اف و ار دي القنوات الرسمية ديال الدولة و بروميير تي في و كذلك خدم في ان دي ار و بي ار و في دي ار و تسايت ماكازين يعني تسايت ماكازين معروفة يعني تسايت ماكازين المانيا زي دوتشو تسايتونغ هذا زي دوتشو تسايتونغ من اكبر الصحف الالمانية برلينا تسايتونغ فرانكفورت رونشو فرانكفورت الجيماينه خدم فيها كذلك داس بارلمنت أه ديفوخ أه فيينا يعني السيد دوز بزاف ديال ديال التجارب في صحف ألمانيا كبيره بزاف ماشي اوروبيه ولا عالميه كاع أه الدراسه ديالو عنده الماستر في الجيرمانيستيك وفي البيلوتوجي يعني في السياسه والسوسيولوجي يعني في علم الاجتماع وكذلك خدا ديبلوم في الاعلام يعني سيد ثقيل ما... يعني ماشي شي واحد ما شي واحد دايس لا سيد تقيل شوف شنو قال قال ليهم داسفانو ان كلاين فوغيشماك يعني هادشي غير واحد مقبلات يعني شي حاجه شي ديك المغرب قال لهم فهاد المقال هذا قال لهم هادشي اللي كدير فيه اوروبا أو التعامل ديال اوروبا خصوصا الصبريون في ديال ديال اللي كيدير المغرب بين على ان اوروبا مازال كتعيش سن المراهقه رغم انها عجوز ولكن عقلها باقي صغير لانها ما تأخذ المغرب على محمل الجد هادشي اللي قال وقال لهم راه اوروبا الى ما مع المغرب كينتظرها مستقبل اسود علاش لان هادشي دابا اللي غير دوك الناس اللي محيطين بديك المنطقه المحتله ديال سبته ومليليه مازال المغرب محلش الحدود الجنوبيه يعني مازال الناس الافارقه مازال محلش ما لهم الحدود وقال لهم كذلك هذه الازمه هذه بينات ان الصبليون ما قدرش انها تحمي اوروبا وان الحامي الحقيقي ديال اوروبا هو المغرب وان بدون الحرس الحدود المغربي سباليورو ما تقدر دير حتى شي زفته وما تقدرش تحمي الحدود ديال اوروبا وقال المغرب من حقه انه يبين قيمته الحقيقيه لان اوروبا ما كتعطيش للمغرب قيمته الحقيقيه وفي الاخر قال واحد واحد الجمله مؤثره بزاف او لا يعني بالغه البلاغه فلاشت. Vorfälle wie in Saudi, damit Europa begreift, dass Marokko kein sturmer, Erfüllungshelfer ist, sondern eine Führungsnation in Afrika, die man ernst nehmen sollte. Ich meine, vielleicht braucht es also die Vorfälle wie in Saudi, أه باش أه اوروبا تفهم اوروبا تفهم ان المغرب ماشي واحد السخار اخرس سخار يعني واحد وكيل اخرس ديال اوروبا او العميل اخرس ما كيهضرش ديال اوروبا لكن المغرب راه أمة قائدة في افريقيا سمعوا زوندان اين فيهم ان افريكا المغرب أمة قائدة قائدة أمة قائدة في افريقيا ديما ernst nehmen sollte ليستن الإنسان ياخذها بمحمل الجد ما يحتقرهاش وما بالقوه ديالها لان الى استاز بالقوه ديالها غادي العود لي اللي كتحقروا غادي يعميك واشي لي وقع ومازال هذا السيد هذا هاد الفريت هاكن سباغا مازال عنده بزاف ديال ديال المقالات على المغرب ممكن نطرقوا لهم من باش نختم الاخوان هذا الفيديو هذا بغيت نرد على واحد التخرميزات كيما العاده داك معروف متعوده دائما ديال الاذاعه الجزائريه اولا بغيت نفهم هاد الناس هادو هاد الجزائريين اللي كيجيو كيسبوني هنا وادوب الالكترون الجنرالات وحتى الاعلام الجزائري والجنرالات الجزائريين هادو الناس اللي معادين المغرب بغيت نقول لهم راه دابا ما بقيتوش نتوما في المستوى ديال انكم آه معنا حنايا هذه وحده لان مؤخرا بان الضعف ديالكم وبانت قيمتكم يعني شوفوا غير في فلسطين هادشي اللي وقع دابا مؤخرا ما بين اسرائيل وفلسطين أه... يعني عييتوا ما تهضروا الاعلام وبان دوركم ولا شيء يعني الهضره صافي ما قوه اقليميه ما استحمص وحتى فهادشي هذا دابا اللي واقع الان ما بين المغرب والصبريون دابا حنا عرفناكم حنا خرجتو معنا العيب و45 سنه نتوما كتعاديونا وهذا الشيء دابا اللي وقع ما بين المغرب والصبريون يعني آه خرجتوا ليه ديريكت جيتو من الصبريون يعني رغم ان الرئيس ديالكم شحال هادي كان قال ان المغرب ان المغرب كيحتل اخر مستعمره في, في افريقيا اللي هي بين قوسين الصحراء المغربيه وهذا الشيء دابا اللي وقع في سبته ومليلية. إذا كانت فعلا شي اخر مستعمره في افريقيا هي تبتو ماشي هي الصحراء المغربيه وإذا كنتو فعلا اشقاء خصكم توقفوا مع المغرب ما توقفوش مع الصبريون دابا نتوما واقفين مع الصبريون وهادشي العالم كله كيشوفوا كي وحنا انا الحمد لله ب... ب... يعني مفتخر بهاد القضيه دائما شرت ليها وغادي نشير لها حنا خاوه مع امريكان واسرائيل اللي ما عجبو الحال يزد راسو مع اكبر حيط حداه يعني اللي ما عجبوش هذا الهضره اللي كنقول يدور حداه يبي لا بلش يحط يزح راسو معاه لان هاد الناس هادو اللي فيهم الخير وما كاينش الخير في هادو اللي وشي وحدين دابا باش تفهم صاحبي الكلاخ شي واحد يجي يقول لك غلق مكتب الاتصال الاسرائيلي اش من غلق مكتب الاتصال الاسرائيلي واحد لو اسرائيل من مكتب اتصال حنا بينا سفارات اسرائيل وبين العالم الاسرائيلي عندنا في المغرب شوينا حنا مكتب اتصال صاحبي ومخبيين بحال هادو دايرين شي حاجه عيب ولا دوله كاينه في الامم المتحده ومعترف بها والناس واقفين معاك ومقاطعه المنتجات الامريكيه يلا امريكا اللي جايه فتح لي القنصليه واقفه معاك واعترفت ليك بالصحراء المغربيه ودفعت عليك وكتحامي عليك قطع المنتجات ديالها باش تعالوا ود اللي مسوقين ليك راه ما كياكلو بقلاوه في قطر وزين تغوت ونبح بحال ما ندبا لك فهذا واحد الخبر ديال قناه سميتها مش اذاعه الوطنيه الجزائريه الخارجية الإسبانية سمعوا الخارجية الإسبانية تفضح مغالطات المغرب وتؤكد أن الرئيس غالي لم يصل إلى إسبانيا بجواز سفر مزور الخارجية الإسبانية كتفضح المغالطات المغرب وتقول أن إبراهيم رخيص ما وصلش المغرب بجواز سفر مزور أوكي حنا باش تعرفوا هاد الناس هادو راه نقول لكم راه يعني كون كانوا في, في العصر ديال تشارلي شابلان غادي يسرقوا منه الاضواء والله غيكونوا يعني توب فندت وزارة الخارجية الإسبانية مجددا مزاعم ومغالطات النظام المغربي الرامية إلى المساس من صورة رموز الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واخ العربية الصحراوية الديمقراطية على رأس يوم الرئيس إبراهيم غالي مؤكدة أن الرئيس الصحراوي لم يصل إسبانيا بجواز سفر مزور كما روجت له العديد من وسائل الإعلام إبراهيم رخيص كما قالوا هما ما لاسبانيا بجواز سفر مزور اوكي حنا نمشيو معاكم حنايا حنا نصغرو قلنا نمشيو معاكم وفي احدث رد لها قالت مصادر من وزاره الخارجيه الاسبانيه لوكاله اوروبا بريس الجمعه ان الامين العام لجبهة بوليزاريو السيد ابراهيم غالي لم يصل اسبانيا بجواز سفر مزور مزيان إبراهيم لم ما وصلش لاسبانيا بجواز سفر مزور. جملة واضحه ياك يعني ما يحتاجش شي توضيح ولا شي ترجمه ولا شي حاجه. السيد ما بجواز سفر مزور. واخ واكدت انه انتقل بجواز سفره الذي يستوفي كما قالت المتطلبات العاديه. نعاود لكم هذه الجمله هذه لان الجمله هي اللي مهمه واكدت انه انتقل بجواز سفره الذي يستوفي كما قالت المتطلبات العاديه يعني وزاره الخارجيه الصبريون بلسان هذا هذا الشيء هذه الاذاعه الجزائريه قالت ان ابراهيم الرخيص دخل اسبانيا بجوازه الذي يعني يستوفي المتطلبات العاديه سيد دخل بجواز السفر ديالو سؤال سؤال اش من جواز دخل به واش دخل بجواز الصحراوي الدوره الصحراويه او لا بالجزائري يلا حيت مكتوش دابا الجواز شنو ما كتشوش نوع جنسيه دخل بها هنا قلتو بجواز سفري وقفتو شنو هو هاد الجواز قولوا لينا واش جزائري ولا صحراوي بين قوسين لان ما كاينش خيار ثالث اما يدخل بجواز جزائري او بجواز صحراوي اللي عطيتو لي ليه نتوما داك التخدميز ديالكم اللي بيناتكم معروف الى دخل بالجواز الجزائري اذا هذا راه اعتراف منكم ان ما كاينش على سميتها الجمهوريه الصحراويه وان السيد راه جزائري دونك نتوما انه الجزائري وما كاينش على سميتها الجمهوريه الصحراويه وداك الشيء خرميز ولا دخل بالجواز الصحراوي إسبانيا قبلات انه يجيب هذاك الجواز فهذا اعتداء من اسبانيا على الوحده الترابيه المغرب وهذا في عداء اسبانيا المغرب وفي ماشي غير غير المغرب بوحدو حتى المنتظر الدولي حتى الامم المتحده لان هذه الجمهوريه الوهميه ما معترفش بها الان دوليا كيفاش انت اسبانيا كتسمحي لواحد الشخص يدخل بواحد الجواز ديال واحد الدوله اللي ما كايناش يعني اي واحد في العالم دابا اي زعيم مافيا اي مجرم اي هذا يمشي يمشي يصنع واحد الجواز ديال شي دوله وهميه يسميها ما نعرف كوربانستان ولا شي لعبه ويدخل اي بلاد عادي نورمال بدل السمي وبدل السميه وبدل لاج وبدل ما عرف اللي بغى يبدل ويدخل عادي خاصكم تحدوا لينا شنو نوع الجواز اللي باش تدخل به واش صحراوي ولا جزائري باش نفهموا فراه كيما درتو وحلا كيما درتو وحلا دابا خاصكم تحدوا لينا الموقف ديالكم قولي لينا وضحوا لينا شنو هو نوع الجواز اللي يدخل به الرخيص هادشي اللي كاين تحياتي لكم وانا نعاود فيديو جديد شكرا